عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني متابعي قناة كريم تك، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف واحد المشكل ديال الشحن في هاتف ريدمي لا يشحن. قمت بتسخين الهاتف التقيس هنا فتحه، سنقوم بإزالة البراغي. الهاتف لا زال بورقة ضمان، يعني أنه غير مفتوح. لا داعي لفتح الهاتف بالكامل، فقط سأقوم برفع هكذا حتى أربح الوقت، في حين بإمكانكم فتح هذا الجزء العلوي وإزالة الفريم كامل، ثم بعد ذلك إتمام العمل. أنا لا يهمني سوى هذا الجزء، لهذا فلن أقوم بفتح الهاتف بالكامل حتى أربح الوقت. نضع كل هذا جانبا، أقوم بتنظيف الكونكتور. يبدو فيها أثر صدأ من الداخل، لهذا سأقوم بتغييرها. غادي نوريكم الطريقة إن شاء الله اللي غادي نقوم بها بتغيير هذا الكونيكتور. طريقة سهلة،
سأحاول رفع كونكتور. أتمنى أن تظهر بشكل واضح. الآن الإخوان غادي نقوم بالتركيب. الطريقة هذه سأرفع الهاتف حتى تظهر بشكل جيد.
هكذا نجمعو دابا الهاتف ونجربو ان شاء الله. هل سيشحن ام لا؟ بغيت نربح الوقت غادي نتعطل. الان غنقوم بتجربة الان سنقوم بتجربة الهاتف لنرى هل سيشتغل ام لا. يبدو انه يشحن. اذا جيد. الان غادي نقوم بتركيب الباف ثم بعد ذلك تركيب البراغي. للاشاره فلن اقوم بفتح الهاتف من الجزء العلوي. هذا لربح الوقت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.